السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هذه الطلبيه اللي خدمتها العروسه، فيها ثلاث انواع حلويات، فيها الكفته راح نديرها لكم بالتفصيل، اما باقي الحلويات راح ندير لكم مقتطفات فقط. كاين حلوه الفاكهه راح نديرها باللوز، وعندنا كعكعات العروسه. هذو هما الانواع اللي راح نشاركهم معكم في هذا الفيديو. والبنات يعني هذا الفيديو تاع الطلبيه هذه يعني راح تكون اخر طلبيه راح نحطها لكم يعني قبل رمضان. باقي طلبيات ان شاء الله يعني لحيانا ربي ان شاء الله راح نحطهم لكم مور رمضان باذن الله. اما يعني الفيديوهات اللي راح يجوا من بعدها راح يكونوا وصفات رمضانيه. ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو وتابعوه معايا للاخر. نبداو بسم الله. وهنا كما راكم تشوفوا البنات، اول نوع حلويات هنايا راني مجداته، يعني راني ندير فيه فليكيسات اللي هو كعكعات العروسه. هنايا يعني نهار طيبت الكعكعات ونهار طليت الكعكعات وحطيت فوقهم هذيك الورده، وهذا اليوم الثالث نحيت هذيك الطليه الزايده، لمحتهم بالملمع الفضي ودرتهم في الكيسات. جو ما شاء الله كما راكم تشوفوا البنات. ويعني في هذوك الايام ماشي غير خدمت هذا النوع فقط، خدمت الجينواز وخدمت كريمه الزبده، وايضا رحيت اللوز ورحيت الكاوكاو وخلطتهم مع سكر كلاصي هكذا باش يكونوا واجدين. على خطر اليوم مور ما نكمل الكعكعات راح نحضر الكفته. هذه هي البنات، راح نقسم معاكم حبيبه باش تشوفوها يعني كيفاش تجي من الداخل الحبه تاع الكعكعات. كاين بزاف اللي يحبوا كي نقسم لهم الحبه تاع الحلوه. هاي ليك شوفوا الطراوه، شوفوا كيفاش يجي الداخل. شوفوا البنات جا طري، جا يذوب في الفم، ما ملحش وجا ما شاء الله يعني جا طري. ودوك تشوفوه مليح، هاوليك راهو يبان معسل. هاوليك البنات شوفوا كيفاش يجي، يجي بزاف هايل. هذه بالنسبه للكعكعات يعني بعد ما كملتهم حطيتهم في العلبه. والان راح نحضر الكفته. هنا كما راكم تشوفوا عندي جينواز كنت رحيتها يعني خدمتها مقبل ورحيتها ووجدتها، خدمت يعني الفاكهه وخدمت الكفته. بالنسبه لكريمه الزبده هاي ليك ايضا حضرتها. هنا البنات درت 650 غرام زبده مع 650 غرام سكر ناعم وعطرتها بلافاني، هذا ما كان. هذه يعني راح تخرج لي 60 حبة، يعني في الطلبية هذه عندي 60 حبة من كل نوع. نبدأ نضيف غير بالعقل كريمة الزبدة فوق الجينواز. أنا على بالي يعني راح تديها لي كامل، على بيها راح نحط مباشرة ونخلطهم، لكن نتوما يعني ضيفوا غير بالعقل باش يجيكم يعني سوا سوا. أنا لا على بالي قلت لكم راح يجوني سوا سوا، مام أنا الحشو يعني نحبو طري ما نحبوش ناشف بزاف. أصلا الجينواز هذه يعني تشرب تشرب كريمة الزبدة، على بيها أنا في الأول نديرو طري ويعني كيزيد يشرب يجي سوا سوا. بعد ما نكمل نخلطهم كما راكم تشوفوا نخلطهم بشويه. دوك تشوفوا كيفاش يكونوا، هاي لك البنات بعد ما كملت خلطت كميه تاع كريمه الزبده مع الجينواز. الان واش راح ندير؟ مش راح نديرهم كرات، هذه كفته على بها راح نديرهم حربوش. في كل وحده يعني راح ندير 6 حربوش، يعني كل واحد يخرج لي 10 حبات. الوزن تاع الحربوش الواحد هو 350 غرام. كما على بالكم يعني في الحبه تاع الفاكهه نديروا 35 غرام في الحبه تاع الفاكهه، لكن هذه كفته يعني الحربوش نديرو فيه 350 غرام، والحربوش هذاك لازم يقطع لنا 10 حبات هكذا يعني باش يكون على بالكم خصوصا المبتدئات، هكذا باش تجيكم سهله. هاي ليك البنات راح نوزنها امامكم، نوزن 350 غرام ونديرها حربوش، من بعد نحطهم في صينيه. وهذه الصينيه البنات نروح نحطها في الكونجيلاتور، يعني نحطوها في المجمد باش يعني في التقطاع تاع الكفته تجينا سهله. هذه نقطه مهمه بزاف راح تساعدكم في الخدمه. وهنا جينا للعجينه، اول يعني اول حاجه نحضروا الحشوه، يعني لازم هذا النظام.
من بعد ما نحضروا الحشوه نتاعنا ونحطوها في المجمد نروح نحضروا عجينه الكاوكاو. هنا عندي عجينه الكاوكاو، الكفته درتها بالكاوكاو، كنت رحيت يعني الكاوكاو، رحيته مع السكر، ضفت عليه زبده، ضفت عليه الجلوكوز، ضفت عليه عطر اللوز. من بعد بديت نضيف في الشربات غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه ما تكونش جاريه وما تكونش ناشفه. يعني لازم هكذا ما ديروهاش ناشفه، راح تجيكم الحبه تاع الحلوه مشقه، وما ديروهاش جاريه باش ما تطيح لكمش الحبه تاع الحلوه. هاي اللي تشوفوا امامكم، انا هنا عودت شويه فقط لكتها هكذا باش يتجانسوا لي كلش مع بعض بهذه الطريقه. من بعد نقسمها الى كرات، الوزن تاع كل كوريه 500 غرام، على خاطر الكوريه الواحده يعني راح نخدموها مع الحربوش الواحد تاع الحشو اللي درناه في المجمد. 500 غرام تاع العجينه مع 350 غرام تاع الحشوه، هذه لازم تخرج لنا 10 حبات كفته. هاي ليك امامكم، دوك نوزنهم، نديرهم في كيس بلاستيكي باش ما ينشفوليش، ونحطهم بجي حتى نبدا الخدمه. هنا راح نبدا الخدمه تاع الكفته. كما راكم تشوفوا حطيت كيس بلاستيكي، حطيت العجينه تاعي اللي وزنتها 500 غرام، نحلها بالحلال كما راكم تشوفوا البنات، يعني على حسب الحشوه اللي درتها نحلوها هكذا. من بعد نجيبوا الحشوه، انا جبتها يعني شويه مقبل، هي مازالت يعني شاده روحها لكن ماهيش يابسه بزاف. نلويو العجينه على الحشوه بهذه الطريقه، من بعد نسقموها شويه بهذاك الكيس اللي درناه في الاول. من بعد خلاص يعني تقدروا تنحيوا هذاك الكيس، تعاودوا تسقموا الحربوش تاعكم هكذا. الا كان الحشو يعني يابس بزاف ولا يعني جامد بزاف، تقدروا تخليو الحربوش هذاك شويه، يعني بصح ماشي حتى يولي الحشو طري، هكذاك راح ما يساعدكمش في الخدمه، في التقطاع يجيكم بزاف واعر، يعني تحبط لكم الحبه نتاعكم. حنا ماذا بينا الحبه تجي واقفه. هنا يعني انا كنت نخدم بالزوج حربوش، ومن بعد بديت نقطع. هنا كما شفتوا يعني كان الهواء داخل العجينه، ثقبته بالموس وسقمت الحربوش تاعي بهذه الطريقه هكذا. البنات انا قلت لكم نخدم زوج حربوش ونبدا نقطع في الحبات بهذا الكيفيه. دوك تشوفوا معايا هنايا راني نمشي في الحشو هذيك، يعني الحربوش راح نزيد نطولو ما نخليهش كيما يكون. ودوك نقول لكم يعني للمبتدئات شحال طول تاع الحربوش هذاك. هاي اللي كنحاول اني نسقمو مليح. هنا راح نقيس لكم شحال طول هذا الحربوش، قلت لكم باش يقطع لكم 10 حبات. هاي ليك راني نقيس امامكم، يعني بالتقريب الطول تاعو حوالي 46 سنتيمتر. هاي ليك حوالي 46 ولا 47 سنتيمتر. هنا البنات من بعد رحت درت فوقه الملمع الفضي، رشيت فوقه، من بعد مسحته بهذا البانسو. البنات هذا البانسو شريته جديد، يعني يستعمل للمكياج، لكن في الحلوى يعني عجبني خير من لي بانسو هذوك تاع الحلويات، يخرج بزاف يعني الملمع يخرجو هايل. هنا كما راكم تشوفوا من بعد بديت نقطع، ندير يعني زوج صبيحتين ونقطع بهذه الطريقه. هكذا راح نتحصل على 10 حبات بالضبط، وتبقى لي شويه فقط. دوك تشوفوها هاي ليك الحبه يعني تكون كبيره، الا حبيتوا الحبه صغيره ممكن يجوكم حتى 11 حبه، لكن هذه شوفوا تجي الحبه ما شاء الله، يعني مام هنا في الفيديو ما يشتبان لكم مليح. هاي ليك تحصلت على 10 حبات، وراكم تشوفوا يعني قعدت لي كميه قليله من العجينه مع الحشوه. هنا من بعد كي نكملوا نقطعوهم نسقموهم بهذه الطريقه، يعني لازم تعاودوا تسقموهم هكذا. نعاودوا نوقفوهم ونحطوهم في صينيه، الصينيه هذيك تكون مرشوشه بالسكر غلاسي هكذا. راح نكمل كامل نعاود نسقمهم،
ونكمل كامل العجينة اللي عندي. انا قلت لكم درت 6 يعني 6 خطرات كما هكذا يا باش نحصل على 60 حبة. صراحة يعني خرجوا لي شوية اكثر من 60. دوك نقول لكم شحال استعملت كاوكاو وشحال استعملت لوزة، يعني نفس الكمية باش تخرج لكم 60 حبة. استعملت كيلو و 250 غرام كاوكاو مع كيلو و 500 غرام سكر غلاسي، هكا باش نتحصلوا على 60 حبة في الكفتة وفي الفاكهة يعني كيف كيف. هنا البنات بعد ما كملت قطعتهم راح نبدأ في التزيين. شوفوا البنات هنا راح نوريكم وشن هو المول اللي استعملته. أنا استعملت هذا المول تاع السيليكون باش تخرج لي الوردة هكذا، هاي لك يعني خرجت ما شاء الله بزاف هايلة هذا الديكور. هاوليك نعاود نوريكم المول. هنا استعملت يعني عجينة سكر في اللون الوردي وعجينة سكر في اللون الأخضر. استعملت هذا المول، المول درت له الزيت باش ما تلصقليش عجينة السكر فيه، ولصقت هذيك الوردة بالجلوكوز. هنا البنات يعني بعد ما خدمت هذيك الوردات لصقتهم بالجلوكوز كما قلت لكم، يعني حطيتها فوق الحبة تاع الكفتة. شوية يعني هذاك المول شوية صعيب في الخدمة، لكن النتيجة مليحة كما راكم تشوفوا، يخرج ما شاء الله الحبة تاع الكفتة هاي لك امامكم. هذه هي البنات. من بعد يعني كملت الكفتة، اعطيت لكم كامل يعني التفاصيل تاع الوزن وكامل باش تحصلوا على 60 حبة. من بعد ما كملت الكفتة حطيتها في الكيسات ورحت نخدم في الفاكهة. يعني قلت لكم شحال تحتاجوا لمقادير 60 حبة، فقط هنا درتها باللوز. البنات العجينة تاعي هنايا ما وريتها لكمش مقبل، لكن جريتها شوية، ماشي جرية بزاف بزاف، لكن شوية يعني تلاصق في اليد، ما الا درتها هكذاك راح تهبط لي الحبة تاع الفاكهة. هذو يسرى، والبنات يعني ردوا بالكم فقط على بها، كل مرة نقول لكم الشربات ديروها غير بالعقل حتى تحصلوا على القوام تاع العجينة المطلوب. لكن الا جرات كم كيما انايا، انا واش درت يعني خليتها ما غطيتهاش بكيس بلاستيكي، خليتها هكذا عجينه، خليتها للهواء حتى نشفت لي شويه. كيما راكم تشوفوا مقبيله كنت نوريها لكم كانت نشفت، يعني لحقت القوام اللي موالف نخدم به. يعني كي شفتها نشفت خدمت الفاكهه تاعي، وهذه هي النتيجه النهائيه. يعني هذا هو الحل فقط اللي درته، خليتها فقط للهواء، يعني عطيت لها شويه وقت ماشي بزاف، تبقاو تعسوا فيها ما تخلوهاش تنشف بزاف حتى تجيكم يعني الحبة مشقة. المهم البنات هذه هي الحلوة بعد ما كملتها، هذه هي الكفتة يعني خرج الشكل تاعها ما شاء الله. خدمت الفاكهة وخدمت الكعكات كامل، وريتهم لكم ها مليك البنات. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.